السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أغرب البرامج الكرتونية. قبل أن نبدأ الفيديو أدعوكم أن تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بالجديد، ولا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب لأن هذا يحفزنا على تقديم الأفضل. نجمة ضد قوى الشر هو مسلسل رسوم متحركة أمريكي من تأليف داروين نفسي ومن إنتاج استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة التلفزيونية. تم إنشاء المسلسل من قبل داروين نفسي والتي عملت على لوحات القصص لعدة مسلسلات سابقا. يحكي المسلسل قصة نجمة أميرة بعد ومملكة ميوني وملكتها المستقبلية، والتي يتم إرسالها للأرض كنوع من التدريب من قبل أبويها. صحيح أن البرنامج ليس بتلك الغرابة، لكن به بعض الأحيان أشياء غريبة، وأظن أن هذا المركز يلائمه. Infinity Train يعتبر هذا البرنامج من أغرب البرامج التي قد يتم عرضها على كارتون نتورك، حيث تم عرض الحلقة التجريبية للمسلسل على يوتيوب من تأليف أوين دينيس. تحكي قصة البرنامج عن تيوليب، هي فتاة صغيرة محاصرة في قطار، وهذا القطار عبارة عن عوالم مليئة بالألغاز تحتاج إلى حل للانتقال إلى عالم آخر، وبعض هذه القطارات يحتوي على ممالك وأيضا سلاسل جبلية. وقالت تيوليب أنها تحاول التقدم من خلال القطار على أمل إيجاد وسيلة للخروج منه. وقت المغامرة هو مسلسل رسوم متحركة أمريكي من تأليف بندلتون وورد. المسلسل يتبع مغامرات فين وهو صبي بشري وصديقه جيك وهو كلب يمتلك قوة سحرية لتغيير الشكل والجسم عندما يريد. يغامران في عالم أو. كان عالم أو في السابق الأرض، لكن بعد حرب الفترة العظيمة أطلق على الأرض اسم أو. يعد وقت المغامرة من أغرب البرامج في الوقت الحالي، وجميع حلقات البرنامج غريبة، ولكن الحلقات الأكثر غرابة مثل الحلقة 19 من الموسم السابع بعنوان فتاة بلا أعين، والحلقة 24 من الموسم السابع بعنوان رواق الخروج. خلف حائط الحديقة هو مسلسل رسوم متحركة أمريكي من إنتاج باتريك ماكهيل. يركز المسلسل حول أخوين هما ورت وغريك، واللذان يسافران عبر غابة غريبة لكي يجدا طريقهما للمنزل، ومع ذلك فإنهما يصادفان أشياء غريبة ورائعة في رحلتهما، حيث يواجهان مشاكل وصعوبات كثيرة أخطرها الوحش الغريب الذي يجول الغابة بحثا عن الأرواح الضائعة. Gravity Falls هو مسلسل رسوم متحركة مغامرة رعب كوميدي من إنتاج أليكس هيرش. تتمثل قصة المسلسل في التوأمان ديبر وميبل، اللذان يقرر والديهما ضرورة نقلهما لقضاء إجازة الصيف في بلدة تبدو مملة بولاية أوريغون الأمريكية تدعى Gravity Falls، حيث يعيشان مع عمهما العجوز ستان في بيته. تبدأ الأحداث في التغير مع التوأمان ديبر وميبل تماما فور اكتشاف ديبر كتابا مخبئا بالغابة يحمل الرقم 3 على يد من 6 أصابع. الكتاب المدون فيه كل غرائب المدينة التي سجلها أحد الأشخاص على عقب دراسات على تلك المدينة، حيث تعد أكثر بقاع العالم غموضا، حيث ينطلق التوأمان في فك ألغاز هذه المدينة المليئة بالغموض.